الثورة. والثورة أشهر في الهجرة. أيه. من هالشي كلام. أنا أستاذ الناس. الثورة قبل ما نشري هنا. دخلنا في العموم اشتمني لا. باب هالثورة. المحكمة كتحكم بإزالة الباب اللي كنا درنا هنا. والثورة اللي فهمك العموم. هما غادي يسبوا الناس في ها 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 ديالنا حنا شتيها ها هي لا حد هنا لا هنا الباب راه واضحه ديال المحافظه الكروفي ديال المحافظه الباب راه مديور قبل ما نمشيو حنا الصور راه مديور راه هدم هاد البودره هادي حش البودره وطيح بحال الرومبا دير لافيكا البودره فيكا هاي البودره فيكا هنا هنا لافيكا والحاجه نيشان طيحو هاي لا على طراز ديالك هنا ودخل شوف هجم حيد بودرة ودخل حيد لي باش يموه باش يموه مابقاش باب هاد البلاط لا طراز ديال الاول كاع لي هاو ايه انا دابا كبير السن عندي 70 تقريبا عام وما عندي لا لانتري شي تغذيه صحيه لا والو ومريض معطوب عندي مرض خطير وناض هاد السيد دعاني فرق عليا البيبان في الحائط في البقعه ديالي الحائط بيني وبينو وهجم على الملكيه ديالي وملي قلت له شنو هادشي مشى كيدعى معايا الدعوه الاولى الثانيه ما جيب خبار انا ما لكن مع المرض مع داك الشيء ما هذاك الاحكام واخا نبيع هاد الارض ما غاديش نخلصو ونادى سيدي اش عدو هو عدو ملكيه عرفيه كان تيقول الاحكام عندي 1445 وحتى المواجهه هذا قال للرئيس المحكمه قال ليه هل الاعترافية في الموجة هذا اللي يهتم بك عاد 945 ايوا 945 وعلاش هذا كل في الداعة كيتم 1445 ايوا وناد وباقي شي وعدو سميتو وعدو عمو خارجة مخارجة عرفية ملي جينا نحققها صرنا فيها غير ملي حققها قرات المحكمة عندي فيها غير 945 ياو فين 1445 عقب قال لي لا عندي ملكية عندي واحد البقعة خارجة عندها ملكية خاصة قال لي رئيس المحكمة جيب لي الملكية ما داش لي الملكية عاود عطاها المخارجة قال لي عاود عطاها ثاني ايوا هادشي راه ظلم تاع السوق ويحل ليا الباب في وسط الدار واش هذا بغا يدخل معايا الكوزينة يدخل مع وسط الدار كيفاش الباب بغا يحلو وسط راه فين هو وسط هذاك ايه وسط الدار هذا فين بغا يدخل لعندي فين باي خارج هنا ولادي فين باي ما الظلم هذا تاع السوق والهجوم على مسك الغير